اجلس في وضع مريح للجلوس، على الأرض أو على كرسي، مع وضع قدميك بشكل ملامس للأرض، ووضع يداك على ركبتيك، وظهرك في وضع مستقيم، بذقنك موازيا للأرض. استخدم وسادة لسند ظهرك إذا لزم الأمر. حاول أن يكون ظهرك في وضع مستقيم طوال فترة التأمل. يمكنك إرخاء ظهرك بشكل متقطع كلما أحسست بعدم الارتياح. خذ بعض الوقت لتستقر في موضعك. اغمض عينيك. ابدأ بمراقبة تنفسك. ركز على حركة شهيقك وزفيرك. فقط تنبه للإيقاع الطبيعي لتنفسك. عندما تكون جاهزاً، استمع للكلمات المقدسة التالية من حضرة بهاء الله. يا أبناء الروح، أنتم خزائني، لأن فيكم كنست لآلئ أسراري وجواهر علمي. فاحفظوها لئلا يطلع عليها أغيار عبادي وأشرار خلقي. يا أبناء الروح، يا أبناء الروح، أنتم خزائني، أنتم خزائني، لأن فيكم كنست لآلئ أسراري وجواهر علمي. لأن فيكم كنست لآلئ أسراري وجواهر علمي. فاحفظوها لئلا يطلع عليها فاحفظوها لئلا يطلع عليها أغيار عبادي وأشرار خلقي.
أغيار عبادي وأشرار خلقي. يا أبناء الروح، يا أبناء الروح، يا أبناء الروح، أنتم خزائني، أنتم خزائني، أنتم خزائني، لأن فيكم كنست لآلئ أسراري وجواهر علمي، لأن فيكم كنست لآلئ أسراري وجواهر علمي. لأن فيكم كنست لآلئ أسراري وجواهر علمي. فاحفظوها لئلا يطلع عليها، فاحفظوها لئلا يطلع عليها، فاحفظوها لئلا يطلع عليها أغيار عبادي وأشرار خلقي. أغيار عبادي وأشرار خلقي. أغيار عبادي وأشرار خلقي.
أشار حضرة عبد البهاء إلى حالة التأمل بأنه طرح سؤال على روحك وانتظار إجابتك. حددت دقيقتين من الصمت لصياغة سؤال أو سلسلة من الأسئلة لطرحها على روحك الآن. أشار حضرة عبد البهاء إلى حالة التأمل بأنها طرح سؤال على روحك وانتظار إجابته. حددت دقيقتين من الصمت لصياغة سؤال أو سلسلة من الأسئلة لطرحها على روحك الآن. ارجع لمراقبة تنفسك وأعد انتباهك إلى هذه اللحظة الحالية. ابدأ بفتح عينيك ببطء. دع نظرك يتأقلم للضوء المحيط بك. عندما تكون جاهزاً اجلب دفتر يومياتك أو دفتر صغير وسجل الحوار الذهني الذي أجريته للتو مع روحك بشكل كتابي.